أقول لك أخاف إن طول طول انخلا والعقل عقلص خلا. وش الحق اللي يمتحني أنا بشوفها الحين. يا حليلة حليلة يا زين شعر الزينة ما شاء الله، ذا شعرت ولا اكستنشن؟ ما شاء الله لا إله إلا الله يا زين الزينة ما شاء الله، هالخشم هالخشم تقلت سلة السيف ما شاء الله. فشلتينا فشلتينا. قول اسكتي اسكتي ما تدخل، اخاف انها مسويه العمليه التجميل يطلع الانتاج واحنا نفطس بعدين، خليني اتاكد. يا حليله ورا ما تمشين قدامي. امشي امشي وين؟ اقول امشي تحركي تحركي. حصه اسكتي اسكتي يا حلال، يمكن تطلع عرجه وحنا ما ندري، خلينا نشوف. تعالي تعالي. أمشي مرة ثانية ولا خلاص؟ لا حبيبتي بس. أنتي تعرفين تسوقين؟ قصدها معس رخصة؟ إيه أعرف أسوق ومعي رخصة. إيه ما شاء الله. ما شاء الله. كم ذولي؟ وش تبين؟ تبين تعرفين إذا هي جيدة بالحساب؟ يا بنت الحلال خلنا نشوف خلنا نشوف، يمكن تطلع حوله. ولا تتدخلين لا تتدخلين ولد اخوي ولد اخوي ذا. اثنين. كم معدلك بالجامعة؟ معدلي 4.5. هفا 4.5 4.5 من 10 يعني مقبول يعني ضعيف. انا قالت لست البنت فيها بلا فيها بلا. 4.5 من 5 مو من 10. شكلك ما دخلتي جامعة. يا حبيبتي انا جامعتي ودكتوراي من جامعة الحياة مو بجامعتكم ذي اللي مدري ايش تبي. انتي تعرفين تطبخين؟ ايه اعرف اطبخ. قصدها طبخ 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 ونفخ جريش وقرصان ومرقوق مو بسلق بيض. ايه طبخ طبخ. ما شاء الله عليها البنت جميلة وكل شي فيها طيب. خلاص يا مروضة انتوا اسألوا عن ولدنا وردوا علينا. ايه ان شاء الله على خير. هذا هو عامر يدق. الو. ايه ايه خلاص يلا هذانا طالعين فمان الله. يلا يلا قوم يلا نشوف الساعة على خير. لا 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 البنت ذي ما جهزت لي ابد ولا تصلح لك. انا اقول انها جايزت لي وعجبتني. ابلش الحين ندور غيرها ولا نخطبها. مغروره مغروره وشايفه نفسها ما ادري وش عليه وثقه بزياده بعد. طيب وش فيها الثقه زينه؟ وهي صادقه الثقه زينه. طيب الاوصاف الثانيه ما علمتوني عليها. قمر قمر يمشي على الارض. لا يهمك كلام عمتك. أقول خل عنك بس لا طاح الفاس على الراس ذيك الساعة تذكر كلام عمتك ما تصلح لك ذي. المهم يمة هي وش رايها فيني وانت تشوف الشرعية. هم بيسألون عنك وبيردون علينا بس ها الله الله بالأخلاق الزينة الأيام الجاية. أبشر بعزس.